لاباس عليكم، نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير المتتبعين ديالنا. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده، هي جديده في التقديم ماشي جديده عليكم، الا وهي الكبده. الكبده نقدموها بواحد الطريقه مميزه بشكل ثاني منظر شكلا ومضمونا كي كنقولوا. اذا غادي نحتاجوا هنايا 400 غرام ديال الكبده، غادي نحتاجوا الكمون، التحميره، ثومه، الحار حسب الذوق، واللي عنده الدراري الصغار راه سي سور ما غاديش يديروا. كنحتاجوا هنايا جوج معالق كبار ديال الطحين، وتنحتاجوا بيضه، سمحوا لي كنحتاجوا بيضه، وتنحتاجوا البصله، وتنحتاجوا خيزو محكوك، محكوك بهذه الطريقه هذه اللي من بعد غادي نطيبوه نوريكم ساهله الطريقه. وتنحتاجوا ايضا هنايا كنحتاجوا القزبور، انا عاد طحنت القزبور يعني خليت هذاك الشيء اللي غادي نحتاج، يعني واحد 3 ديال المعالق ديال القزبور، انا كيعجبني وتنبغي نكثروا شي شويه. وطبعا الملحه، نسيت ما قلتها لكم، هنايا شويه الملحه، نحتاجوا الملحه، جوج ريوس ديال الثومه، واللي تيبغي يزيد الثومه يزيدها حسب الذوق. اذا تنهزوا تنديروا الكبده، غادي نطحنوها ونرجع لكم غير باش ما نديرش الصداع ديال لا ماشين. اذا غادي نطحنوها دابا داكشي كامل اللي درنا الميلونج داك العطريه ديالنا كلها، اذا غادي نعاودوا نطحنوها باش ما نديرش عليكم دائما تنقول صداع. اذا من بعد ما طحناها كتجي على هذا الشكل هذا. ونسيت ما قلت لكم قبيله، من بعد راه كلشي عارف ملي كنغسلوا الكبده تنقيوها من هذاك، تيكونوا فيها داك العريقات وتيكونوا فيها سميتو. اذا غنضيفوا البيضه كامله، وغنضيفوا هذا الشيء كامل اللي ذكرنا قبيله، هذا الشيء اللي ذكرنا كله، وغادي نعاودوا نطحنوها. انا ما كنبغيش باش نسجل لكم باش ما نديرش الصداع، تعرفوا الروبو كيدير بزاف ديال الصداع، وكتجي ممتازه، كتجي طريقه مميزه باش تتحطيها وتتعطي تتفتح لك الشهيه. اذا غادي نرجع لكم من بعد ما نطحنها ونعاود نرجع لكم. اذا البنات من بعد ما كنديروا المقله تسخن بهذه الطريقه هذه، تنقصوا شويه العافيه وتنجيبوا. انا عندي هاد الليمون تنحطو هنا، غتسمعوا الطاجين تيطبخ. هذا واللي ما عندوش يدير غير عادي. اذا انت تهزي القياس ديال اللي غيكفيك وتديريهم خبيزات، وممكن تحطي، ندير لكم وحده اللي ما عندوش هذا وبغى يدير، تبارك الله راه كنديروا الملوي مقاد، واخا تجي هكذا مستطيله ماشي مشكله، غادي يجي فيها منظر زوين واحد اخر. انا غندير جوج، غندير وحده هكذا وغندير وحدين هكذا. انا وريتكم الطريقه باش غادي نطيبهم. هذا كيعطيك عبار ديال بعد ما كتشد راسها كنعاودو نقلبوها، تنبقاو على هاد الطريقه حتى كنسالي. هانتوما راه كتشد راسها بالزربه، وغادي نعاود نقلبها. كنخليوها تشد مزيان، نكون شويه د العافيه، انا خليتها على عافيه مهيله، هانتوما راه مو تتحركيها ما كتلصق ما حتى حاجه، ممكن تحركيها هكذا. انا بغيت نوريكم وحده كامله، نخليوها طيب ونعاود نقلبوها. البنات هنايا كنشدو واحد المقله
اللي غادي نديرو فيها البصله، واحد البصيله، واحد خيزويه محكوكه، ملحه وبزار وشويه الزيت. اذا تنخليوهم يتشحروا هنا بهذه الطريقه حتى كتهبط مزيان. هذه لحقاش غير اللي تزين، ملحه البزار، الا بغيتي تزيدي فيها الثومه غبره زيديها حسب الذوق، من الاحسن تخليها هكذا كتجي زوينه صراحه. ونرجع لكم من بعد التزيين. اذا البنات هذه لاصوص، هذه المايونيز. انا درت يوغور غريك، درت له الثومه، شويه المعدنوس والملحه والبزار، وواحد شويه العصير ديال الحامض للتزيين. هذا اللي بغى يدير المايونيز يديرها وتعجبو. هذه البصله اللي شحرنا قبيله مع خيزو. اذا دابا غادي نوريكم التزيين النهائي. ما تنساوناش من لي كومونتير ديالكم، من لي لايك، اشتراكات، لو بارطاج. اذا تجي على هذا الشكل، يعني تاكلي الكبده بطريقه زوينه روميه كي كنقولوا حنايا بالمغربيه، وشكل اخر تجي هكذا. من بعد انا غنزيد عليها شي شويه المعدنوس وغادي يبان لكم. نزيد لكم هذه الثانيه نفس الشيء، ديري لا مايو ولا اليوغور اللي عندك وتزيدوا هذا، هذا اللي تزين فقط. ونرجع لكم من بعد التقديم النهائي بالصحه والراحه، طريقه جديده تاكلوا بها الكبده بصحتكم وراحتكم. ونرجع لكم. اذا البنات هكذا كتجي الكبده اللي صايبنا، كتجي صراحه العين كتاكل قبل الكرش ياك حتى نقولوا. شوفوا تجي ممتازه صراحه، هتعجبكم، المذاق رائع. انا حسب الذوق ديالي، وكاين ناس قال لي ما تيبغيوش الكبده اصلا، ولكن بهذه الطريقه ممكن توكليها لوليداتك. كنتي خارجه دبتي ساندويتش ديريها، تزوقي بها الطبله ديالك ليك ولوليداتك الضيوف ديالك. وطريقه اخرى هكذا، هذا البتي ساندويتش اللي دبريتكم اللي درنا للدراري الصغار، كيجي على هذا الشكل. هذا انا ما بغيتش نكثر فيه لي صوص، قدمته مع شويه الشلاضه. وهذا شكل اخر ما درتش عليه لي طوماط، كيجي بهذا الشكل. ودرت شويه ديال الكيتشوب، وتيبقى لكم حريه الاختيار في الاذواق يعني. وهكذا تيجي صراحه، انتم نخليكم تحكموا. وتنشكر كلشي للمتتبعين ديالنا ديال القناه على لي كومونتير، صراحه داك لي كومونتير ديالكم تزيدوا يشجعونا باش نعطيو الاكثر والجديد يعني. وكنبغيو نبدلو الاطباق، نعطيوهم فوق ما لقينا شي اوكازيون، نعطيو طبق بشكل ثاني ما فيها عيب. شكرا على لي بون كومونتير، ما تنساوناش من الاشتراكات ديالكم والبارطاج. وشكرا، والقدام راهما هما اللي نضر دائما تنقولها، والجدد مرحبا بهم من جميع الدول. اذا انا قدمت هذه الكبده مع الطاجين ديال الخضره ديالي، درت شويه ديال الخضره، درت فيه اللوبيا، البطاطا الحلوه. انا ما كنستعملش بزاف البطاطا ابار لا كانوا دي غوسيت سبيسيال، فيها الملوخيه، بطاطا الحلوه، ما درتش خيزو لان ديجا غناكلو هنا. درت القرعه، الفلفله بجميع الانواع، بصيله، مطيشه، الفول. الفول هنا زوين في كندا صراحه، الفول زوين في كندا، تيجيبوا الفول يمكن ديال ميسر ولا، المهم عندهم الفول ممتاز. ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وتجربوه، وتكتبوا لينا لي كومونتير ديالكم كي جاكم كي جربتوه.